الجزء الثالث من المنتصف، أهلا بكم. يقود استمرار أنشطة مسلحي حزب العمال الكردستاني العسكرية في مناطق شمال العراق وقدرتهم على المناورة وشن هجمات في بعض الأحيان إلى فتح مجالات التساؤل حول مصادر التمويل والتسليح التي يحظون بها، خصوصا فيما يتعلق بكيفية الحصول على السلاح المتوسط والثقيل، وذلك على الرغم من العمليات الجوية والبرية التركية المتواصلة منذ منتصف عام 2012. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر سكايب الباحث السياسي العراقي الأستاذ نظير الكندوري. أهلا وسهلا أستاذ نظير. حياك الله أستاذ إبراهيم. أهلا بك. بداية، من يقوم بتسليح حزب العمال الكردستاني؟ يعني هو لا يمكن أن نحدد جهة محددة بحد ذاتها هي من تقوم بتسليح حزب البكك، ولكن تشترك عدة جهات يمكن أن نقول عنها أنها داعمة لهذا الحزب لتوافق سياسة تلك الجهات مع ما يقوم به حزب البكك. لكن إذا ما شئنا أن نتكلم الآن من يقوم بدعم هذا الحزب سواء ماليا أو تسليحيا، فنجد أن من أكثر الجهات المستفيدة من تسليح هذا الحزب هي الميليشيات العراقية، والتي هي يعني مسيطر عليها من قبل إيران. لذلك نجد أن كثير من تسليح هذا الحزب هو مصدر الميليشيات العراقية، بل أن بعض الأسلحة الإيرانية ذات الطبيعة النوعية أيضا تجدها عند هذا الحزب الذي يشن حرب انفصالية ضد الدولة التركية. نعم، لماذا يتم تسليحهم أستاذ نظير؟ طبعا يعني كما هو الحال، يعني تاريخ الأكراد طيلة القرن الماضي وبداية هذا القرن غالبا ما يتم استخدام الأحزاب الكردية بسبب طموحاتهم الانفصالية، تستخدم كورقة سياسية للضغط دولة على أخرى، وحزب العمال يتم استخدامه بالضغط على الدولة التركية، ويعني هذا يحقق لهم فوائد سياسية، وممكن هناك تنازلات سياسية تحدث حينما يتم دعم مثل هكذا حزب ضد تركيا. نفس الحال ما قامت به إيران في عهد الشاه حينما دعمت بعض الأحزاب الكردية العراقية ضد الحكومة العراقية، وبالعكس كانت هناك أيضا محاولات لدعم أكراد إيران ضد الدولة الإيرانية. لذلك هذه الطموحات يتم استغلالها من الدول التي يقطن فيها هذا المكون الكردي. نعم، نسمع أن هناك أسلحة نوعية يقومون بتسليمها لحزب العمال الكردستاني، ما طبيعة تلك الأسلحة وما هي نوعيتها؟ يعني في الفترة المؤخرة تم رصد أن حزب البكك لديه بعض الطائرات المسيرة، والتي هي مشابهة تكاد تكون بشكل متكامل للطائرات الإيرانية، وهذه أيضا الطائرات موجودة عند الميليشيات العراقية، فمن المحتمل أن تكون يعني هذه الطائرات قد حصل عليها حزب البكك عن طريق الميليشيات العراقية، أو أنها وصلت لهم من إيران، لا سيما وأن حزب البكك لديه علاقة وثيقة مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أيضا، وهو حزب معروف بولائه لإيران، وتتمتع إيران بنفوذ واسع بالمناطق التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. بل الأكثر من ذلك، يعني إذا ما شئنا أن نتكلم عن قسد التي هي يعني مجموعة مسلحة كردية في سوريا، تمتلك الآن طائرات هليكوبتر، وهذه الهليكوبتر قد تم شرائها من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي من فرنسا، ولديهم يعني أكثر من طائرتين تم إعطائها لقسد، ويستعملوها في التنقل ما بين المناطق التي تسيطر عليها قسد ومناطق الاتحاد الوطني الكردستاني، بالإضافة إلى أسلحة أخرى اللي هي مثل المدافع وترسانة كبيرة من الأسلحة قد استطاع حزب البكك السيطرة عليها حينما كانت هناك حرب على داعش، واستولى على مخازن كبيرة جدا، وبدلا من أن يسلم هذه الأسلحة للقوات المتحالفة ضد داعش، هو استأثر بتلك الأسلحة وأصبح يحتكم على
ترسانة كبيرة تمهد له باستمرار المعارك مع الجانب التركي. نعم، كيف يتم إيصال السلاح لهم لداخل العراق؟ هل يتم عن طريق المعابر البرية جويا أم ماذا؟ نعم، يعني أنا فقط أريد أن ألفت الانتباه إلى موضوع أن حزب البككة ليس كما يظن السامع لدينا بأنه هو يعيش في مجاهل الجبال وعلى قمم الجبال، بل هو يتمتع بنفوذ واسع في مدن كردستان وبالأخص الاتحاد الوطني الكردستاني. لديه مقرات في سليمانية، لديه مقرات في ألتون كوبري ومناطق كثيرة حتى بالقرب من كركوك، فهو لديه القدرة على إيصال الأسلحة بشكل سلس وبشكل سهل عن طريق البر، وهذا ما يجعل له قدرة على ديمومة المعركة. وهذا أيضا ما يفسر لنا الضربات الجوية التي يقوم بها الجيش التركي على مناطق هي ليست في قنديل أو سنجار، إنما حتى في السليمانية وبعض مناطق كركوك، مما يدلل على أن هذا الحزب قد تغلغل إلى مستوى كبير جدا. بل الأكثر من ذلك، بعض الموالين لحزب البككة مثل التنظيم ما يسمى بوحدة حماية الشعب سنجار وهو اليابش يعني اختصارا، هذا يعتبر من ضمن تشكيلات الحشد الشعبي ويستلم رواتبه وتجهيزاته وأسلحته من الحشد الشعبي. بمعنى آخر أن الحكومة العراقية بشكل غير مباشر هي تدعم هذا الحزب في حربه على تركيا.